مهرجان الأصالة والمعاصرة بعد 4 أشهر من تحرير شبوة من قبضة الميليشيا الانقلابية، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها في مديرية عسيلان. في هذه الأيام تشهد المديرية فعاليات المهرجان السنوي الثالث للتراث والموروث الشعبي تحت شعار تراثنا هوية وتاريخ. ويعكس المهرجان في مجمله أصالة الموروث الثقافي والحضاري للمديرية. ندشن المهرجان هذا إذانا بمرحلة جديدة، مرحلة تربطنا بالموروث وتربطنا بالثقافة، وتعيد لمديرية عسيلان ومديرية بحم بشكل عام الزخم الثقافي. تتضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر أسبوعا كاملا عددا من الأنشطة المرتبطة بالتراث الشعبي لأبناء المديرية، والتي تظهر قيم الأصالة والبساطة لدى البدو، متمثلة في العادات والتقاليد والأزياء والأهازيج الشعبية، وتلخص كل ما هو تاريخي وما هو عظيم وعريق في هذه المديرية باعتباره جزءاً من التراث الأصيل لمحافظة شبوة. يأتي هذا المهرجان السنوي الثالث للتراث والموروث الشعبي بالتزامن مع انتصارات وادي بيحان وعسيلان من رفع الحوثي من هذه المنطقة الكريمة. تعريف جيل الحاضر بالموروث الشعبي والحفاظ عليه، إذ يجري ربط الأصالة بالمعاصرة لجيل من جهة، ومن جهة أخرى مواكبة الابتهاج بالانتصار العظيم الذي تحقق على ميليشيا الحوثي الانقلابية وطردها من مناطق مديريتي عسيلان وبيحان وتخليص شبوة من شرورها. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.